المباراه عندك مش صعب عليك. كل الصعوبات اللي احنا شايفينها وكل الكلام اللي بنسمعه شايفين كابتن مغادره الفريق بالتوفيق يا رب النهارده ان شاء الله رايحين الملعب وده حصري بس على قناه الاهلي. وكابتن شريف الاوقات اللي مرت عليك زي كده بالظبط وانت راكب الاوتوبيس بتفكر في ايه؟ بيبقى عندي هدف يا ايمن، كلنا هدف سيناريو لنفسي انا. انا هكسب فرقتي ازاي النهارده؟ هتعاون ازاي ما بعت الخطوط اللي في الملعب؟ ازاي هتعامل مع الباك رايت بتاعي؟ ازاي هتعامل مع الباك ليفت بتاعي؟ ازاي انا هبقى في حاله بدنيه وحاله نفسيه تسمح لي ان انا اهز الفرقه اللي قدامي واخد عليها احترام؟ يعني هيبقى خلاص بدل ما هو فاتح خطوطه وعايز يهجم على طول وما فيش لا هيحس بقوه. طب بتفكر في الاجواء دي ازاي بقى؟ يعني مطر وترتان وحراره عاليه وكمان رطوبه عاليه جدا، بتفكر ازاي؟ بفكر ان انا اطلع من اليوم ده على خير على خير باذن الله. يعني ليه دايما بيبقى عندنا احنا انت عارف رايح جاي؟ ايوه صح. يعني يقول لك النهارده انا اتعادل او اجيب هدف هناك بيفرق معايا كتير قوي. وانا ما كنتش بقلق الا من المطر الحقيقه. وانت ايامنا المطر كانت الاحذيه اللي احنا بنلعب بيها بتتقل وكره ما بتبقاش عارف تتحكم فيها، انما طول ما انت بتلعب على ارض سليمه ومعلش النهارده هتبقى ترتان برضو كره بتنط جامد ما فيش هيبقى فيه استحواذ على مساحات ضيقه شويه. انما انا شايف ان النادي الاهلي النهارده بنفس السيناريو اللي لعب بيه في مصر ان شاء الله وبنفس الشكل اللي الفرقه دي بتقف دفاعيا فيه، انا اعتقد ان هيكون لنا فرصه كبيره قوي ان احنا نعمل نتيجه كويسه يا رب ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء، زي ما احنا عارفين مباراه صعبه جدا نظرا لعوامل، في عوامل خارجيه طبعا زي الجو، الرطوبه، الملعب، وكمان في تساوي الفريقين في النقاط، يمكن الماتش اللي هنا يمكن اداهم دفعه معنويه عاليه جدا، ولكن نادي الاهلي مر كتير بظروف مشابهه لدي، يمكن كان اخرها علشان تبقى عشان يبقى المشاهدين حتى متذكرين ماتش الهلال السوداني السنه اللي فاتت، احنا كنا محتاجين على الاقل نقطه وكان الماتش صعب جدا وفي اجواء صعبه جدا، والحمد لله خدنا النقطه وتاهلنا للدور بعد كده وقدرنا نكسب البطوله. بص يا ايمن، كل ما الامور بتزداد صعوبه كل ما نسبه تركيز لعيبه النادي الاهلي بتبقى في اعلى مستواها، واللعيبه دي من غير ما حد يتكلم معاها انا متاكد، يعني تقريبا كان كابتن خطيب اتكلم معاهم في الملعب واكيد يعني اداهم فكره احنا بنتكلم فيه ده وحمسهم طبعا، ويعني اكيد ما اتكلمش كتير، هو بيكلم لعيبه النادي الاهلي بيتكلم على ابطال افريقيا 9 مرات، مع الظروف دي الطبيعه يا ايمن تبقى قلقان منها لو ناس ما عندهاش خبره في افريقيا، لكن انت طول عمرك عندك خبره جامده جدا في افريقيا يعني تتعرض لمواقف صعبه جدا جدا كمان، لكن هي دي معدن ونوعيه لعيبه النادي الاهلي. كابتن علاء بعد اذنك، مدخل الملعب اهو واللعيبه داخله بالاتوبيس، في الاوقات اللي زي دي بتفكر ازاي وانت داخل الملعب كده؟ انا ما بفكرش في حاجه واحده بس، بفكر في اخر كلام قاله المدير الفني، تركيزي في الملعب هعمل ايه، والحاجه اللي جوايا اللي انا متاكد منها ان انا اقصى حاجه هعملها النهارده. يعني ال 90 دقيقه انا اقصى حاجه هقدر اعملها النهارده، نتيجه المباراه ما بفكرش فيها. اسوء حاجه وانت داخل الملعب زي كده ايمن تفكر في نتيجه المباراه، الموضوع ده منتهي تماما، فكر النهارده ازاي تبذل اقصى مجهود عندك وفكر ان انت وفرقتك تطلعوا بالنتيجه اللي بتحبوها، لكن ما تعملش سيناريو المباراه. اللي بيعمل سيناريو المباراه المدير